سلطان البادي ينضم إلينا من الحدود البولندية الأوكرانية، وقراءة في أسباب عودة بعض النازحين الأوكرانيين إلى قراهم ومدنهم. سلطان، فضيلة، عدد النازحين الذين عادوا إلى أوكرانيا يوم البارحة وصل عددهم إلى 19,000 أوكراني عادوا إلى الأراضي الأوكرانية من جديد، وفي المقابل هناك 17,000 لاجئ عادوا أو قدموا إلى بولندا باحثين عن مناطق أكثر أمانا هنا، إن كان في بولندا أو في دول الاتحاد الأوروبي. تحدثنا مع منظمين العمل هنا في هذه المحطة، محطة بيشامش، يتم استقطاع التذاكر بالمجان لكل من يريد العودة إلى أوكرانيا. هناك رحلات على كل نصف ساعة تنطلق من هذه المحطة عائدة إلى أوكرانيا، إن كان لفيف أو بعض المناطق يعني الحدودية بين بولندا وأوكرانيا، أو كذلك قطار كل يوم ينطلق إلى كييف، وتكون رحلته قرابة 10 إلى 12 ساعة متواصلة حتى يصل إلى كييف من هذه المحطة. العديد كذلك اليوم يعني فضيلة يبحثون ويرغبون في العودة، لأنهم ينتقلون حسب قولهم إلى مناطق أكثر أماناً، ولكن مع تصاعد الأحداث يوم البارحة وقصف بعض المدن مثل كييف ولفيف، الآن بدأت المخاوف تشير بأن هؤلاء العائدون قد يواجهون صعوبات كذلك يعني في عودتهم في الطريق، ولكن التسهيلات الموجودة من السلطات البولندية في دخول وخروج الأوكرانيين تتيح لهم الرغبة في العودة وثم يعني عودتهم مرة أخرى إلى بولندا، لذلك العملية تكون انسيابية بحسب ما تعلن السلطات البولندية لكل من يريد العودة إلى أوكرانيا. فلذلك نشاهد الأعداد بدت في تزايد ووصلت حتى اللحظة إلى قرابة 700,000 لاجئ عادوا من بولندا إلى أوكرانيا. شكرا سلطان البادي من الحدود البولندية الأوكرانية.